مشاهدي شوف تي في مباشرة مدينة وجدة، معنا واحد الفنان معروف في المنطقة الشرقية وفي مدينة وجدة، تعرض لواحد حالة نصب. أجي خويا من هنا شوية. الفنان درواس 48، غادي نتعرفوا عليه اليوم لأنه القصة خطيرة بزاف، وخاص الناس صراحة تبارطاجي معنا، لأن واحد العصابة كاينة في وجدة وتقدر تكون نصبت حدا على ناس اللي خارج وجدة. معنا السي إدريس. السي إدريس تفضل ميكرو. مرحبا السي إدريس. أول حاجة هذا السيد هذا اللي نصب عليك فين تعرفت عليه؟ السلام عليكم. كنشكر شوف تي في على هذا اللقاء. أنا هذا السيد هذا تعرفت عليه، أنا فنان معروف بمدينة وجدة، وكري جا عندي الخدمه، كنتلاقى مع شي الخدمه ديالك انت فين؟ الخدمه تاعي نخدم في لي زوتيل، نخدم في بلاصه ترمانيس رولاكس. هاد السيد هذا جا عندي قال لك اودي راه كاين واحد الكونترا انها بمبلغ 10 تاع المليون. وهاد السيد هذا صدق اكبر نصاب، وانا نطلب من السلطات السي الحموشي. انا كنت مشى بواحد الفايات سانس وحده، كنت مشى بها ما تنويش فيه باللي انه نصاب، ما تنويهاش كاع فيه باللي انه نصاب. و انا قال لك انا السيد قال لك كاين كونترات، قال لكم قال لك كاين كونترات تمشى لاوروبا لاسبانيا تخدم تما ب 500 درهم في النهار. قال لي بصح كما يقولوا ما تعطي تدورو، كما كيقولوا كاع الناس، قال لي ما تعطي تدورو حتى توصل. هي هذيك شي 6 شهور ولا هو يمشي يجي عندي يختار شي ورقه شي كذا، المهم كيجي عندي على يعني كيجمع لك الدوسي، كيجمع لي الدوسي شي 6 شهور ولا 7 شهور هو يعني ما تنويهاش فيه. حتى واحد النهار عيطت ليه، هو عندهم عصابه، هو واحد البنت وواحد السيد واحد اخر. داك السيد يلبس مزيان يهز الدوسي، كيقول لك هو اللي يعني اللي مول لي كونترات. الدريه يقول لك هي اللي كتريقل لك في القنصليه. واه حنا كما يقولوا حنا نصب علينا ما بغيناش، يزيد نصب على شي وحده. الطريقه نتاع النصب دو قلت لك التالي عيط لي قال لي بحال نقولوا غدا، قال لي غدا غادي غدا نتلاقاو غدا راه الصباح مع 9 راه عندك الرونديفو في الناظور. قال لك في مدينه الناظور في قنصليه تاع الاسبان. قال لك جيب معاك الفلوس ديالك. مشيت انا واحد جوج دراري صحابي واحد الاخ، المهم مشينا تلاقينا معاه تما في الناظور. مشينا تلاقينا قدام القنصليه، جابوا هذاك السيد الاخر اللي كان اللي معاهم عصابه كبيره، جاب الاخر جا وقف عليا بالدوسي وكذا. قال لي انت هو ادريس كذا، قلت له مرحبا. قال لي صبر شويه بنت باش تدخل القنصليه باش تهز الكونترا ديالك. مرحبا ما كان حتى مشكل. دخلت قدام باريال تما، دخلت كما يقولوا هما يعني. من بقيت نشير شي لقيت 10 تاع الناس، 11 الواحد اللي نصب عليهم الدراري كاع نعرفهم. غير بالنسبه للسي درواس ما نوصل الناس اللي نصب عليهم، كيفاش تكمل الناس باش يفهموا الطريقه اللي نصب يعني داوك الكونسوليه؟ واه ياك انت مشيت الكونسوليه ولا مشاو معك شي واحد؟ لا مشيت الراس، مشاو معايا ايش دراري صحابي باللوتو ديالي. الفلوس علمي كانوا الفلوس كانوا عندي وي الفلوس كانوا عندي وخليتهم في اللوتو للدراري. واه وكان معاهم خويا يعني هو دخلني للقنصل، دخلني قدام القنصليه، رجع عندي داك السيد صاحبه اللي لبس مليح وكذا وهز الدوسي. ديك البنت قال لك اوديها هو السيد على التليفون، جلس معاهم هنا قدام القنصليه، من هذه يدخلك يدخلك هو ولا من حطنا قدام القنصليه ولا عند صحابي وخويا. قال له دروك يعطيهم الفلوس، فهمت؟ قال له لا وكذا. قال له واش انا ادريس خويا وكذا، حنا ولاد البلاد ما عنديش التليفون. هو قال لي التليفون هذه الطريقه، اما كون كانت غادي نعيط لهم انا نقول لهم هاد الدراهم مازال ما كاين والو تندخل ولا تنكاشي. يعني انتم من الاول كنتم متفاهمين انه كدير الوراقي غادي يجي يعطوني فلوس؟ واه هذاك الشيء اللي قال لي لحقاش جيب معاك الفلوس ديالك، كي نعطيك الوراقي ديالك، نعطيك الكونترا ديالك، تعطيني الفلوس. هذا الشيء اللي كاين. يعني
وانت يا ما بالفلوس هذيك اللقطه كيخرج عندك لا حتى نشوف الفيزا ديالي ونعطيك الفلوس. وقلتها له قلتها له هو قال لي انت مع السيد ومع الاخر لحقاش انا هو قال لي واش انا ما تعرفنيش حنا ولاد البلاد واش انا غادي ندي لك ولا غادي نطردك واش انا تمشى بلوطو دير قدا وقدا ما غاديش تنويها ما غاديش تنويها لحقاش حنايا كما يقولوا عندنا نفس التفكير حنا البلاد كما يقولوا باينه حنا ولاد البلاد محسوبين كي الصبع نتاع هذيك المده تاع 7 شهور اللي قال لك الامان هي اللي خلاتك دير هي اللي خلاتني ندير فيه الثقه وكيتمشى بلوطو وحده فيها 900 ولبس مليح ونقي يعني ما غاديش تنويها في باللي هاد السيد هذا نصاب وهاد السيد وهاد الناس عصابه. دابا هو شحال كيدا هذيك 10 كي اتصلت به شنو قال؟ انا كنت نستنى قدام القنصليه بنت مشات بقى معايا داك السيد قال لي صبر شويه انه باللي مال اخر مشى زرب على لك سميتو عطاهم الفلوس. تالي خلاني تما قال لك راني جاي نمشي نجيب واحد السيد اخر باش يدخل معاك ونجيب واحد الدوسي اخر انا صافي تما ما بقيت جيت عند الدراري تما كنت نستنى انا غير قدام القنصليه في واحد القهوه من وليت تما عند الخوادر ولي قلت له قال لي واش منظره قلت له الدرا مازال قال لي راه فوالا رد الفلوس بقيت نصوني له طفى عليا التليفون هادشي اللي كاين حنا ما بغيناش شي واحد اخر عاود يطيح في هذا الفخ حنا الخليفه على الله قلبنا عليه من بعد انت لقاش انا معروف في البلاد وجده كامله تقريبا تعرفني الحمد لله ارتيست فنان باين اللي كنت لقاه كنوري لقاش بالتصاور ديالو جبت لي فيديو جبت السميه ديالو شكون باه يعني كنعطاني كلشي بالمقلوب هي هذيك بقيت نعطي للدراري الطف توصلت يعني بحال الخيوط وصلت واحد النهار لقيته بواحد اللوطو صورتها ماشي ديك الفيات سانس وليت مشي بواحد البيام وديك البيام مزوره يعني هذيك البيام هذيك محروقه والله ما نعرف كل مره تلقى فيها بلاكه واحد النهار هرب لي كان بعدا بديك البيام وكذا قلت له وقف نهضر معاك هرب لي ودار شي صوالح ماشي نتاع يعني ماشي نتاع رجال بالنسبه لهذوك الناس اللي نصب عليهم كي تطرح حتى بلا نصب عليهم لقاش غير الهضره كدور طار تلقيت مع هاد الناس وقالوا لي كي دار نصب عليهم واحد السيد مسكين نعرفو جاب كل هوكي كنصب عليه هذاك خطب له كاع اختو جا عندهم للدار وجاب كذا وخطب له اختو وديك اختو مسكينه راه مرضت شويه كاع بحال اللي تفعفعت بدا بعد لافير ودا البا شي 7 ولا 8 دال 7 بزاف ماشي دال قريب دال الولد نوال خوها هذا آه. تاع خطب اختو زعما يعني باش ندبر عليك واه كاين كونطرا تا هما الضحايا تمام حنا ما بغيناش شي واحد وصل هو 11 روشارج حنا ما بغيناش شي واحد اخر يوقع في هذا الفخ يعني هذو لي روشارج غير اللي باينين بلا ما ديكلاريش ومازال واحد النص راه واقيلا عاد يضرب فيهم ولحقاش هو كل مره يبد النمره فهمت حنا ما بغيناش شي واحد اخر عاود يولي عاد يطيح في نفس المشكل اللي حنا بغينا نفضحوه ماشي الا كان شي واحد كذا ولا كذا بعدا يبان بعد ما يتشمتش كما تشمتنا حنايا والخليفه على الله حنايا حنا عيطنا للقناه شوف تي في انه باش نتعاونوا بيناتنا باش انه ما يزيدش هاد العصابه ما تزيدش دير شي حاجه اخرى ما تزيدش تنصب على الناس الحمد لله الخليفه على الله وانا بعت لوطوتي وتسلفت على اختي مسكينه مليون وخويا واحد اخرى غير باش نحقوا بنادم يحقق الحلم ديالو ويمشي اي واحد راه وكلشي بالمكتب وحنا ما بغيناش عاد باش هاد العصابه هادي تزيد تبقى ترتب في ولاد عباد الله وتمشي بالنصب والاحتيال هادشي اللي كاين شفتي دابا شنو كتطلب من المسؤولين والناس اللي انا كنطلب من السي الحموشي كنطلب من السي الحموشي ولي الامن نتاع المنطقه الشرقيه انهم باش يدخلوا لي في هذه القضيه هذه ونتعاونوا بيناتنا ونطيحوا هاد المجرمين هادو ولا راهم يضحكوا على ولاد عباد الله ونصبوا على ولاد عباد الله راه كاين اللي باع كان له نظار ومسكين وكذا في التالي داو له فلوسه ما بغيوش هاد الحوايج ما بغيوهمش حنا ولاد البلاد ونطلبوا ربي ان شاء الله يعاوننا باش هاد الناس هادو يتعاقبوا معاقبه نتاع مشاهدي شوف تي في كما كتشوفوا الفنان ادريس كالونتويس تعرض للعمليه تاع النصب باش الناس تحدي راسها يعني خصوصا في وجده اللي جا عندكم قال لكم اودي صاب لكم كونطرا
وكذا وهذه ما ديروش الثقه. يعني دابا هذه القضيه كدور نتمنى انه كل واحد يقولها لواحد، واللي جا عنده شي واحد يقول له نصاوب لك كونطرا وغادي نديك للخارج وهذه يبلغ الامن ويحاول يستقطب هذاك السيد للامن ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير ويشدوه. وكانت الرساله واضحه للسيد رواس، نتمنى انهم السلطات الامنيه الامن الوطني اللي تبارك الله عليهم ديما قايمين بالواجب وعندنا فيهم الثقه، والسيد رواس قال لك تعاملوا معهم مزيان واللي باقيين دايرين مجهود ما كرهناش يزيدوا يديروا مجهود اكثر، لانه هذه عصابه منظمه، عصابه ذكيه، يعني منظمين راسهم بزاف. حداو راسكم، وكنتم في هذا البث المباشر من مدينه وجده مع مراسل شوف تي في، وتبارك الله عليكم وتحياتي. ودابا حتى الرقم ديال سيدريس راه الفوق، الا كانت مثلا شي معلومه ولا شي معلومه ولا على شي حد كيدير بحال هذه الطريقه نتاع النصب ولا هذه، ولا شكيتوا في شي حد ولا، تتصلوا به ما فيها باس تعاونوه. وتحياتي وتبارك الله عليكم وشكرا.